طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. إحنا خمسة أصحاب الكساء، إحنا خمسة أصحاب الكساء، أولنا النصر وبعده الدقانون ثم الفتح والحكمة والسائرون. خمسة أصحاب الكساء. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في بداية هذه الحلقة أو في الجزء الأول من هذه الحلقة حول إقرار مجلس النواب لموازنة العام 2018، طبعا بعد تأخير استمر عدة أشهر بسبب خلافات تتعلق بحصة كردستان العراق وخطط إعادة إعمار العراق في المناطق المدمرة جراء الحرب ضد تنظيم الدولة. صوت مجلس النواب خلال الجلسة التي قاطعتها الكتل الكردستانية على مشروع قانون الموازنة التي بلغت قيمتها بالعملة العراقية 104 تريليونات دينار عراقي، أي ما يعادل 88 مليار دولار أمريكي، 88 مليار دولار أمريكي. وبعجز بلغت الموازنة بنحو 11 مليار دولار، يغطى من القروض الداخلية والخارجية. اعتمدت الموازنة طبعا على سعر بيع النفط ب 46 دولار للبرميل بمعدل يبلغ 3,888,000 برميل باليوم، من ضمنها 250,000 برميل من النفط المنتج في كردستان العراق. إذن يوم أمس أقر مجلس النواب الموازنة المنتظرة منذ أشهر، موازنة عام 2018 واللي بلغت 88 مليار دولار. طبعا هذه الموازنة كما معروف لدى الشارع العراقي بأنها أخذت فترة طويلة لكي يتم التسوية ولكي يتم التصويت عليها يوم أمس. يعني مثلا النائب جواد البولاني كشف عن وجود 22 خرق دستوري في موازنة 2018 ودعا إلى إعادة النظر بشأن إقرارها. البولاني قال بأن الموازنة لا تراعي تكافل الاقتصاد الزراعي والصناعي وتم اعتمادها على أساس الدعاية الانتخابية، يقول تم اعتمادها على أساس الدعاية الانتخابية، ولفت إلى أن البلاد بحاجة ماسة إلى تكافؤ الفرص، كما أشار إلى أن موازنة عام 2018 تم إقرارها في خضم فوضى حدثت داخل مجلس النواب. كتلة الوركاء النيابية علقت على الموازنة وقالت بأن موازنة عام 2018 لا تخدم الشعب العراقي ولها تأثير سلبي كما قالت على الجانب الاقتصادي، لا سيما ما يتعلق بفرض ضرائب جديدة على بعض المنتوجات. رئيس الكتلة قال وهو جوزيف صليوة رئيس كتلة الوركاء النيابية قال بأن هناك ملاحظات بشأن الضرائب التي ستفرض على الموازنة أو على المواد الغذائية والخضروات والمرطبات ضمن قانون الموازنة لعام 2018. أضاف بأن الموازنة الجديدة تتضمن فرض ضريبة بنسبة 200% على المشروبات الكحولية و 30% على المرطبات كما قال. طبعا أحدث إقرار الموازنة خلاف قوي بين الكتل السياسية وبين الكتل الكردستانية، الكتل الكردية. يعني النائب عن التحالف الوطني وهو سليم شوقي قال بأن رئيس الحكومة حيدر العبادي أصر على تحديد نسبة كردستان العراق في الموازنة وإبقائها كما هي، وهي معروف ب 12% من الموازنة تذهب إلى كردستان العراق، بعد إن كانت يعني قبل ذلك كانت 17%. أضاف شوقي بأن التصويت على موازنة العام الجاري 2018 جرى بالأغلبية ولم يكن بالتوافق، خصوصا وأن الكتل الكردستانية قاطعت جلسة التصويت. الكتل الكردستانية قاطعت
جلسة التصويت لإقرار موازنة عام 2018. بيّن شوقي بأن اجتماع هيئة رئاسة البرلمان مع الكتل البرلمانية والكردية فشل في التوصل إلى اتفاق بشأن إعطاء كردستان العراق 14% من الموازنة، وأكد أن العبادي رفض كل الخيارات والمقترحات المتعلقة بنسبة كردستان العراق بالموازنة. من جهة الكتل الكردية، يعني النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون كشف بأن التحالف أمام خياري الذهاب إلى المحكمة الاتحادية أو الانسحاب من العملية السياسية، وذلك كما قال بعد تهميش كردستان العراق من الموازنة العامة. وقال السعدون بأن جميع الكتل الكردستانية موحدة في قرارها بشأن الموازنة، وستعقد اليوم اجتماع لاتخاذ أحد القرارين، وأشار إلى وجود خروقات دستورية كثيرة في قانون الموازنة، منها عدم تسمية كردستان العراق في الموازنة، ولفت إلى أن التحالف الكردستاني قدم مقترحاً للحكومة والبرلمان على أن تكون نسبة كردستان العراق 14% من الموازنة، ولكن تم تجاهله من قبل البرلمان. كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني قالت بأن الانسحاب من العملية السياسية هو الخيار الوحيد المتاح أمام القوى الكردية رداً على تمرير قانون الموازنة المالية في البرلمان. المتحدث باسم الكتلة ريناس جانو قال بأن الورقة التي بيد الكرد الآن هي الانسحاب من العملية السياسية، لأن البرلمان صادق على الموازنة دون أي اكتراث أو استعداد لتنفيذ مطالب ممثلي كردستان العراق. وكما أشرنا بأن من المقرر أن تعقد حكومة إقليم كردستان العراق اجتماعاً اعتيادياً مخصصاً لأربعة محاور، منها مناقشة إقرار قانون الموازنة العامة، وجاء ذلك على لسان رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة كردستان نوري عثمان، حيث قال بأن الاجتماع سيناقش الرد على إقرار البرلمان في بغداد للموازنة العامة من دون تلبية مطالب الكتل الكردستانية الخاصة بنسبة كردستان في الموازنة. وأوضح عثمان بأن الاجتماع سيناقش أيضا العلاقات بين أربيل وبغداد وقانون الإصلاح الذي أقره برلمان كردستان. طبعا توالت ردود الأفعال الغاضبة من قبل النواب عن التحالف الكردستاني بعد إقرار البرلمان للموازنة، حيث قالت النائبة نجيب بأن الموازنة التي صوت عليها البرلمان يوم أمس فيها خروقات دستورية عديدة، وأكدت بأن الأكراد لم يعودوا شركاء في العملية السياسية، فيما أكد النائب محمد عثمان عن استمرار الأحزاب الكردية بمقاطعة جلسات البرلمان. إذن ميزانية ب 88 مليار دولار بواقع نحو 4 ملايين برميل باليوم، بالضبط 3 ملايين و888 ألف برميل في اليوم الواحد، سعر البرميل ب 46 دولار، من ضمنها 250 ألف برميل من النفط المنتج في كردستان العراق. هذه الميزانية، ميزانية العام 2018 طبعا، ومعروف بأن وزارة المالية في حكومة حيدر العبادي في بداية هذا العام عممت كتاب على جميع الوزارات بإيقاف التعيينات وبإيقاف العلاوات والتخصيصات وأجور النقل على الوزارات كافة. هذه الميزانية كما تشير مصادر بأنها سوف تكون فقط ميزانية لتشغيلية، ميزانية لتغطية رواتب الموظفين في العراق، وتقريبا موظفي العراق يبلغ عددهم نحو 4 ملايين موظف ما بين القوات الحكومية والأمنية وموظفي الوزارات الأخرى. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذه الميزانية، وهل هذا الـ يعني الرقم 88 مليار دولار ليس بقليل، مبلغ كبير، ومبلغ إذا ما تم جدولة هذا المبلغ في هذا العام عام 2018 فسوف يوفر الكثير من الخدمات ويوفر الكثير من الوظائف كما تشير مصادر وقراءات اقتصادية
حول هذا الرقم. نعم، نريد أن نستمع لأصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، موضوع ميزانية عام 2018. نقرأ بعض ردود الأفعال من باقي الكتل السياسية حول هذا الموضوع المهم والحساس. يعني مثلا النائب عن محافظة نينوى أحمد الجربة اعتبر بأن تعويضات المدن والمناطق المنكوبة والرواتب المدخرة في الموازنة الحالية مجرد حبر على ورق. الجربة قال بأن التصويت على موازنة 2018 لا يلبي طموحات الشعب العراقي، ولفت إلى أنهم مجبرون على هذه الموازنة. كما أضاف الجربة بأن جميع الكتل السياسية في الموازنة الحالية أولت الاهتمام لإعادة عمل الذين فسخت عقودهم من الأجهزة الأمنية وسعت إلى إقرار هذه الفقرة. النائب فالح الخزعلي قال أو حمل ما وصفها بأحزاب السلطة مسؤولية ضياع وهدر أموال الموازنات المالية في العراق منذ عام 2003 ولغاية العام الماضي. الخزعلي أكد على ضرورة تقديم جميع الوزراء والسياسيين كشوفات توضح آلية صرف تلك الأموال. الخزعلي قال بأن حجم الأموال أموال تلك الموازنات السابقة بلغت 800 مليار دولار تم تقسيمها ما بين الموازنات التشغيلية ومخصصات الوزارات والهيئات المستقلة، وأضاف بأن العراق لم يستفد من تلك الأموال أي شيء. معنا اتصال أبو حسن من بغداد. تفضل أبو حسن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الموازنة 88 مليار دولار لعام 2018، شلون تشوف هذا السعر؟ نعم. أخي هذا المبلغ الكبير. الموازنات السابقة، هي الموازنات السابقة سووا هاي الموازنة، هاي الموازنة بالذات هاي راح تصير لهم 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 خمط لهم والعصاباتهم والإيران والأمريكا. نعم. يعني الموازنة مو للعراقيين، يعني هم لهم موازنة لهم مخصصة لهم. العراق شنو العراق؟ هم عراقيين وعم يعمد يخافون على العراق وحقوقهم. هسه كانت المشاريع اللي سووها قبل اللي اشتغلوا بيها اول شيء ما كامله. نعم. هاي وحده. اثنين، قول لي منو اي مخاول استلم فلوس مال الشغل مالته؟ هل يجيني مخاول يقول انا استلمت فلوسي مال مواد مال رافعات مال اي شيء؟ هاي الموازنه يا لهم مال العصابه هاي. ماشي، 88 مليار ما تكفي لسنه واحده من ناحية الرواتب، من ناحية إيجاد فرص وظائف جديدة، من ناحية توفير الخدمات، برأيك؟ أخي دولة ما مهتمين العراقيين. يعني هاي أسأل، يعني إذا أحكي لك بالمفتشر، يعني خيرات العراق، المنافذ الحدودية، تعرف المنافذ الحدودية اللي يأخذون فلوس كل منفذ على أي تريلة يأخذون أضعاف مضاعفة تريلة. من راح يوقع بها؟ يوقع بها المواطن البسيط، يعني يشتري حاجه بتكتب 1000 راح ياخذها ب10. فما كلهم هذول كلهم الموازنات لهم اخويا، لا صدقوا يعطون دينار العراقي. اذا حتى لو يعطون دينار العراقي يذلوه. واي اكبر يعني اكبر دليل مال كردستان. انا مو قلت لكم قبل فتره انهم راح يذلوهم وراح يقللون الموازنه مالتهم؟ طلع كل حكي صحيح. نعم. فهذولا ما يخدموا العراق أبد. نعم، شكرا أبو حسن من بغداد كان معنا. طبعا كما أشار النائب الخزعلي كما تحدثنا قبل قليل، هو يحمل بأحزاب السلطة، اسمها أحزاب السلطة، التي أضاعت الميزانيات السابقة والتي بلغت 800 مليار دولار كما قال، وتم تقسيمها على موازنات تشغيلية ومخصصات الوزارات المستقلة والهيئات الأخرى. ميزانية عام 2018 يعني تجد بعض المواطنين في العراق يقول كسابقاتها لم توفر شيء للمواطن العراقي. حتى عندما تجاوزت الميزانيات السابقة 100 مليار دولار لم توفر الخدمات في العراق. يعني السنوات التي تلت عام 2010 بلغت الميزانيات في العراق ميزانيات ضخمة وميزانية تحمل أموال كبيرة، ولكن على الأرض
تردي للخدمات ونقص في الوظائف، عشرات الألوف من الخريجين كل عام دون توفير أو وضع خطة جدوى لتوفير وظائف لهؤلاء الطلبة الخريجين، والخدمات دائما تشغل بال المواطن العراقي من ناحية الكهرباء وتوفير ماء الشرب وتبليط الشوارع وتوفير المجاري وإلى آخره من هذه الخدمات الأساسية في أي بلد، ولكن في العراق الخدمات متردية جدا. طبعا على سبيل المثال بالحسينية يوم أمس هناك مظاهرات، الأهالي في الحسينية قاموا بقطع الطرق ونصب خيام اعتصام، وطالبوا بأن يأتي حيدر العبادي رئيس الوزراء شخصيا إليهم وأن يقوم بتنفيذ خدمات للمدينة بسبب هطول الأمطار، غرق مدن كثيرة في العراق منها في بغداد ومنها في محافظات أخرى. إذا كانت هناك صور فيديوية جاهزة نأخذها، موجودة أخي المخرج؟ الصور جاهزة ولا ما جاهزة؟ تسمعني؟ تسمعني؟ ما جاهزة بعدها؟ نعم، الصور ما جاهزة من الحسينية، وهي توضح كيفية أن الناس قاموا بنصب خيام في الشوارع لعدم توفير أي خدمات في البلد. كذلك أعزائي المشاهدين نريد أن نستمع إلى آرائكم عبر رسائل الواتساب، عبر رسائل الواتساب، ونقرأ بعض الرسائل. يقول أخي عمر: يعاني العراق من أزمة اقتصادية مفتوحة ضربت جميع جوانب البلاد، لا سيما الديون المتراكمة منذ الاحتلال الأمريكي في عام 2003، ففشل العملية السياسية وغياب الكفاءة والفساد المستشري أثر سلبا على الاقتصاد العراقي، وزاد من تراكم الديون على العراق الناتجة من المنح والقروض بذريعة الإعمار والإصلاح، والتي ستكون دعاياتها مستمرة وستؤثر على الأجيال القادمة. يجب اتخاب الأصلح لأجل إعادة حقوق الشعب وليس الفساد في ظل حكومة جعلت البلد في أزمات منذ 2003 وللآن. هذا جزء، أما الجزء الثاني الإعمار للمدن وليس الفساد. الموازنة يجب اعتمادها لحقوق الجميع في العراق من شماله إلى جنوبه. مبروك من الإمارات. في الموازنة يقول: هناك فتح لحساب جاري للحشد، وهذا الحساب مفتوح، لم يحدد كمية الأموال التي ينوي سرقتها. أما النازحين والمدن المدمرة لم يحدد لهم شيء من الموازنة، بل اعتمدوا على الأموال التي استجدوها في مؤتمر المانحين التي لا تكفي لإعمار مدينة واحدة. الصور الحسينية جاهزة، نأخذ هذه الصور. نعم، تخصيص أمنية يكون مقرها في
هذا جزء من اعتصام منطقة الحسينية الذي بدأ يوم أمس. أهالي الحسينية كما أشرنا يطالبون بتوفير الخدمات، وقالوا لن يرفع الاعتصام وهذه الخيم إلا بحضور رئيس الوزراء بنفسه حيدر العبادي إلى منطقة الحسينية ويشاهد مدى تردي الخدمات في المنطقة وغرق المنطقة بعد هطول الأمطار على العاصمة بغداد. أعزائي المشاهدين، مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. موضوع الموازنة كما تحدثنا قبل الفاصل أثار يعني مقاطعة، طبعا الكتل الكردستانية قاطعت جلسة التصويت على موازنة عام 2018، واليوم تهدد الكتل الكردستانية بالانسحاب بالعملية السياسية بشكل كامل. هل يعقل بأن الكتل الكردستانية، نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين، هل من المعقول، هل يعقل بأن الكتل الكردستانية سوف تنسحب من العملية السياسية بسبب تخصيص 12% فقط من الموازنة بدل 17%؟ نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. حياتي لحضرتك والقناة الرافدين. حياك الله، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. يعني المفروض بمجلس النواب من صوت على إقرار الموازنة بس يقول لنا إيش قد حصة الأحزاب، وإيش قد حصة البرلماني، وإيش قد حصة المعممين وبقية السياسيين، حتى نريد نعرف هاي الـ 88 مليار وين راح تروح، لأن بكل الموازنات السابقة ما شاف المواطن العراقي منها أي شيء. نعرف أكو تخفيفات من هاي الموازنة لتعمير المدن المدمرة أو لبناء مستشفيات أو مدارس أو مساعدة النازحين والمهجرين. أستاذي عزيز، أصلاً الموازنة مخصصة لهم يتقاسموها بيناتهم. طيب يعني لو يطلعون من كل برميل نفط يصدروا ربع دولار، ويخلي يشوفون الربع دولار هاي شقد راح تجمع من هاي الملايين اللي دا يصدروها، والله إذا يوزعوها للشعب يعيش عيشة ملوك. وبعدين هم نريد نعرف ايش قد خصصتوا من هاي الموازنه للميليشيات اللي تحميكم وتحمي كراسيكم وتفتك بهذا الشعب، وايش قد خصصتوا منها لايران. يعني استاذ عمر 88 مليار دولار رقم فظيع. اذا كل هذا اللي ذكرته ما موجود بالعراق، طيب وين تودون هاي المليارات؟ دول ميدانيتها ربع هذا المبلغ ويعيشون باحسن عيشه، لكن سبحان الله ابتلينا بزمره مجرمه لا ذمة ولا ضمير، هم مصالحهم ومصلحة الشعب العراقي. الملايين مهجرين ومعدمين، بيوتهم مدمرة، أملاكهم سرقتها الميليشيات، وهم يعيشون بقصور. وطبعا هاي القصور هم جابوها من تعبهم، المواطنين أكثرهم بالملايين عاطلين عن العمل. طيب شنو الحل اللي وضعتوه ببالكم حتى تخلون على البطالة؟ شنو الحل اللي وضعتوه للعوائل اللي تعيش بالعشوائيات؟ طبعا ماكو أي حل. هو الحل الوحيد راحة الشعب يا أستاذ عمر، القضاء على هاي الحكومة والمعممين اللي دمروا البلد، ماكو غير حل. كافي هاي من سنة 2003 إلى هسه إحنا عايشين بضيم ومهجرين. أنا واحد من الناس والله العظيم بيتي مدمر من فوق لجوه وكله سرقوا أبلاكه. طيب أنا شلون راح أعيد بناها إذا أنا
خلال 3 سنوات أنا صار 4 سنوات مهجر وما أملك حتى فلوس إيجار، شلون راح أرجع البيت وأعيد بناءها وأسسها من جديد؟ يعني شنو اللي خصصتون هاي البيوت المدمرة؟ شنو اللي خصصتون هاي الناس اللي عايشة بالخيم كاتلها البرد بالشتاء وكاتلها الحرب بالصيف؟ نعم. ماكو أي حل أستاذ عمر إلا القضاء على هاي الحكومة. زين أنت تمام. الكتلة الكردستانية يقول لك إحنا راح ننسحب من العملية السياسية، ومعروف أنهم انسحبوا من جلسة أو لم يحضروا جلسة التصويت على موازنة 2018، مخصصين لهم 12% بس. بالنهاية أستاذ عمر راح يرجعون حسب رأيي أني يرجعون ويستلمون الـ 12%، لأنه الحكومة اللي بغداد مسيطرة على كل الوضعية وإيران تدعمها ونعطيتها كل التعليمات، بل أكراد وين راح يروحون هم؟ يعني راح ينحرمون من هاي 12% مثل ما انحرموا من 17%، أخيرا يرجعون ويأخذون هال 12% ويعيشون بها، لأنه حكم القوي على الضعيف. لا. ماكو غير حل، لازم يرجعون ويأخذوها، ولا يعوفوها المن يعوفوها للمعممين لو للبرلمانيين، أما بالأخير إذا ما أخذوها راح يقاسموها بيناتهم، فهي رايحة بكلتا الحالتين. نعم. جزاك الله الخير. أشكرك أبو ناصر من تركيا. هو التساؤل يعني هذه الموازنة سوف يكون مصيرها مثل باقي الموازنات السابقة التي لم تقدم للمواطن شيء، أم أنها سوف تكون مختلفة؟ نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع. معنا اتصال أم أزهار من بغداد، تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم، أحييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. بالنسبة إلى الموازنة مال هاي السنة ما راح تقل عن الموازنات الأخرى من السنين الماضية، لأن طول الزمرة الحرامية الموجودة في هذا البلد ما يصير النشارة، ما راح يقسموها بالحق ولا راح يبنون ولا راح يرجعون النازحين يبنون الموصل هاي المدمرة ولا يبنون أي شبر من البلد، لأنه هي هاي مخصصة الميزانية إلى جيوبهم. إذا ما تقوم ثورة عارمة بالسلاح وجعل هاي الحكومة اليائسة تطلع من جهورها من هاي الخضراء، ما يصير النتارة، العراق ما يصير النتارة طول ما هذول عبيد إلى إيران وأمريكا وإسرائيل. شو توجههم إيران وأمريكا وإسرائيل؟ هم يسوون لا كل شيء ما يصلحون. يعني 88 مليار يو أكو شريف بهم، يو أكو حاكم شريف يبني البلد ويزيد أصلا إذا يبنوها بشرف، إذا بشرف يستعملون الميزانية، لكن ماكو شرف عندهم هذول، لا غيرة ولا شرف ولا أحساس. وأنا أشكرك أم أزهار من بغداد كانت معنا. طبعا معروف أنه إحنا عرضنا في تقرير سابق حال مدينة الصدر كذلك والخدمات، وطلعوا كثير ناس يتكلمون حول تردي الخدمات في مدينة الصدر، حالها حال باقي المدن كالحسينية اليوم بها مظاهرات، وحال محافظات في العراق هذا حال سمة تردي الخدمات. يعني احنا لو افترضنا مثلا ميزانية، اكيد لكل مدينة ولكل محافظة لها ميزانية مخصصة. احنا صار لنا اليوم 15 سنة، راح نخلص 15 سنة على الاحتلال الامريكي للعراق. لو كل سنة يتم التركيز على مشروع في العراق، كان احنا اليوم انجزنا 15 مشروع. يعني لو سنة كهرباء، سنة شوارع، سنة مجاري، سنة مياه شرب، سنة توفير بنية تحتية من جسور، سنة لبناء مجمعات سكنية وإلى آخره، كان يعني العراق غير، كان الأوضاع غير. تخطيط، تجد بأن تخطيط الحكومات المتعاقبة بعد العام 2003 ليس له أثر، ولا تجد لهذا التخطيط يعني من لا تلمسه على 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 الأرض. وكذلك تنفيذ المشاريع، دائما ما يعلن عن مشاريع عملاقة ومشاريع ضخمة، ويتم افتتاح مثلا
أكبر مستشفى، أكبر مستوصف، أكبر مجمع سكني وإلى آخره، وبعد سنة سنتين ثلاثة تجد بأنها صحراء قاحلة، لم يتم بناء طابوقة واحدة في هذا المجمع أو في هذا المشروع أو في ذلك الجسر. طبعا الفساد بالأرقام العالمية، العراق يتصدر المرتبة الرابعة عالميا على مستوى العالم حسب مؤشرات منظمة الشفافية العالمية، العراق يتصدر المرتبة الرابعة عالميا بترتيب الدول من ناحية الفساد. كذلك العراق وصلت ديونه إلى أكثر من 120 مليار دولار، أكثر من 120 مليار دولار، وتوقع البنك الدولي أن يتجاوز 130 مليار خلال عام 2018. طبعا هذه من ضمنها ديون داخلية وديون خارجية. مسألة أخرى، هناك شكوى من المقاول العراقي الذي يستلم مشروع من الدولة. كثير من المقاولين الآن يطلبون الدولة، يريدون يصرفون مثلا شيكات، يصرفون مستحقاتهم، الدولة ترد عليهم بأنه لا توجد أموال في الخزينة. هذه كذلك مشكلة. مشكلة أخرى وهي بأن الأحزاب السياسية عندما يأتي المقاول لتنفيذ مشروع لازم يطلب المقاول لكل حزب سياسي حصة من هذا المشروع حتى يستطيع ينفذ هذا المشروع. معنا اتصال أبو ياسين من ديالة، تفضل أبو ياسين. السلام عليكم وحياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أنا متابع ما فارق الرابطين له لحظة بعد بالعكس ما أتصل. حياك الله. البارحة الأخ أبو نجم يقول أبو ياسين ما نتحدث عن الحكومة شيء مو مستحقة الحكومة. أقول لك عمر بالنسبة هي الموازنة لا لي ولا لك ولا للشعب العراقي، لكن للميليشيات والمعممين وزاد لازم الفالدين. نعم. بعدين الأخ عمر بالنسبة لإسرائيل البارحة بالحسين أبو بشام أنا أسألهم على من مظاهرين على قتل السنة أو على قتل أمة الدوابع؟ مو أكثر نسوانهم طلعت استقبلت الأمريكان بالزور وأنا شاهد عيان أنا متهزل منك. هذا نتائج الاحتلال يا أخواني على الحسينية ولا أبو بشام. إذا تظاهرون تظاهرون على أنفسكم، لأن هاي الحكومة اللي أنت جبتوها حكومة تابعة لإيران، ما تمثل لا شيعة ولا سنة. لا شنو علاقة أهل الحسينية أبو ياسين؟ نعم. يعني الحسينية نعم. جابوا ذول الحكومة وقالهم تعالوا أنتوا صيروا لو شلون؟ جت الأكتار الأمريكان دخلة وأنا شاهد عيان قاعد وتبع على رأسي بالمنطقة وذبول وعلى الأمريكا بسم الله العظيم. بعدين يا عمر عراقي هذا الفارس قلتهم بالمكتب مع البربرية مع المقتدى الصدر وأنا سنة رفاق انقتلوا اللي انقتل انقتل واللي أجراء أجراء. هاي نتاجة سبب الشعب، هذا الشعب متخلف، شعب نايم حتى الطيبين. هاي أسباب اللي تستقبل الاحتلال. أخ عمر طبقوا للاحتلال وطبقوا لإيران وطبقوا لإسرائيل، هاي نتائجهم. شعب منافق مع احترام للطيبين. هذا عمر نتائج الاحتلال. يعني احنا ما نريد نوصف الشعب بهذا التوصيف، أرجوك أبو ياسين. أنا أشكرك أبو ياسين من ديالة. نعم ماشي ماشي، هناك لوم على المواطن. نعم عندما يقوم باختيار أو إعادة اختيار من قام بسرقته، من قام بهذا الفساد الكبير، ولكن لا يوصف. يعني أرجو الابتعاد عن هذه الألفاظ. أبو حسام النعيمي من بغداد يقول إذا لم هناك اتصال معنا أخي أنا أشكرك أبو ياسين، أنا أشكرك أبو ياسين، أنا شكرت أبو ياسين. أبو حسام النعيمي من بغداد يقول إذا لم يتم القضاء على المجرمين الذين تسلطوا على رقاب الشعب العراقي لن ينعم العراقيين بالعيش الرغيد. كل الموازنات السابقة واللاحقة هي بالأساس تذهب لجيوبهم، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم. معنا اتصال أبو يحيى من ديالة، بس أرجو رفع الصوت لأن أنا مدى أسمع الصوت، أرجو رفع الصوت عندما يتصل أحد. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا أبو يحيى. على قناة رافدين أخ عمر، هي الحكومة هاي لا موازنة تفيديها ولا المليارات تفيديها. أخ عمر وين مليارات مليارات تعيش دول تكون دول. أخ عمر هاي الحكومة هاي
كلها ولدت ميليشيات، ولدت هذا حد الشعب، جبتوا حد الشعب العدد الجيش مالكم وينه؟ وينه وين الجيش؟ جبتوا تخصصوا مليارات ومليارات لحد الشعب، يا ما يخالف قاتل على راس الزينين والشرفاء بالحج الشعب، بس وين يا اخي وين وين؟ وين 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 جيشكم اللي موجود عندكم جيش العراقي وينه وين؟ ليش ما دمجتوا حج الشعب والجيش العراقي وقمتوا تخصصوا المليارات هسه المليارات؟ هاي شو تكفيهم؟ تكفيهم مليارات الحراميه السراق هذول تكفيهم؟ الشعب العراقي ماكو اكو 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 عوائل بعد 1000 دينار من الحكومه. ماشي ابو يحيى، اليوم حتى القيادات الميليشيات الحج الشعبي يعني انتقدت موضوع الموازنة، وانتقدت بأنه الموازنة لا تساوي بين القوات الأمنية والحكومية وبين عناصر ميليشيات الحشد الشعبي. يعني اليوم هم هناك انتقاد من قبل قيادات ميليشيات الحشد الشعبي لهذه الموازنة. يا أخي حس الحشد الشعبي ما يخالف على عين وراسي نفذ أوامر المرجعية وانتهى وداعش انتهى، اكو جيش يحل بوكالة، اكو شرطة، اكو قوات صواتك وتدخل السريع، اكو القوات هاي كلها وين؟ جبتوا حج الشعبي كلها كلها عميق السمعة والله العظيم داعش تمشي باسم حج الشعبي كلها ميليشيات تقتل وتضرب وساميها موجودة ويا الرواتب. اخي العزيز اخ عمر تدري شنو هالحكومة الا يرادنا التغيير جذريا جذريا، لان هاي كلها نص العدا ولاء لايران، اكثر من نص ولاء لايران، ولاء لايران تاخذ من الشعب وتنطي. اخي هذا حال الشعب العراقي، يا حكومه العراقيه وين الحكومه العراقيه؟ اكو واحد عائله كامله 11 نفس ما يستلم دينار واحد من الحكومه، دينار واحد من الحكومه ما يستلم، لك وين؟ مو واحد هذا بالالاف بال 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 بالملايين ما يستلمون، ما يستلمون راتب 1000 دينار من الحكومه، وين انتم جاي تخصصون فالشغلات؟ نعم. مع احتراماتي من اقول بوجهه فالشغلات تافهه واتفه من عندكم. زين ابو يحيى 88 مليار، ابو يحيى 88 مليار برايك ما تكفي موازنه لسنه واحده من توفير خدمات، من توفير وظائف جديده؟ عمي دخلي نور المالكي طلع لي 1000 مليار، وين وداها؟ 88 متعيش اربع دول خمسه، دول خلي شو الموازنه مالت الدول البقيه الجوار شو قد الموازنه مالتها؟ نعم قد عايشين ملايين بها، عايشين ملايين وحرين واحسن من عندنا واحسن من الزباله هاي الشعب العراقي، عمي الشعب العراقي كلها من اخواننا الشيعه، هم اللي جابوهم، هم اللي هسه قاعد يصيحون عليهم، اكو ناس اشراف ما قبلوا بتصرفاتهم، هسه يلا وعوا. هسه احنا نرجع على هذا الموضوع، يعني معقوله مثلا احنا تحدث بهذه اللغه، والله اخواننا الشيعه جابوهم، الامريكان جابوهم، شو لهم علاقه اخواننا الشيعه؟ شو لهم علاقه؟ يعني اوكي ماشي، هسه احنا نفترض طلعوا من الجنوب 2-3 مليون راحوا انتخبوهم، هاي قبل 4 سنين. وهم بالسنة طلعوا انتخبوا مثلا، بس انت شايف نائب بالبرلمان، شايف نائب انت بالبرلمان يحصل له على 300 صوت يصير عضو بالبرلمان؟ 300 صوت، احنا عندنا اعضاء بالبرلمان 300 صوت، يعني لو يجيب اخوانه وخواته ولد عمه يصوتوا له هم يفوز. المسألة أكبر من هذا الموضوع، يعني حتى الانتخابات السابقة كان هناك يعني ليس كانتخابات عام 2010، كان هناك يعني تراجع من قبل المواطن. اليوم الجماعة الأحزاب السياسية متحلفين بعد أكثر، تنتخب يقول لك تنتخب، ما تنتخب هاي الأحزاب نفسها راح تفوز، بس إن شاء الله ما إن شاء الله تبقى تعيد الكرة مرة ثانية. اسمعني، لا ان شاء الله ما تبقى، لان اخواننا الشيعة هسه سعوا على روحهم، هسه وعاولين جوعوهم اكثر من عندنا، جوعوهم وخلوهم يشوف هسه الزبون والخيسه مالتهم، هسه سعوا على روحهم، لا ما يخلوهم اخواننا الشيعة يتحدون ويا السنه وان شاء الله شو يقول عليهم، ما يخلون حتى عوائلهم ما يخلون بالعراق باذن الله. ابو يحيى، ابو يحيى من ديالى شكرا لك. اعزائي المشاهدين مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة، ولكن بعد هذا الفاصل.
مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من تواصل.com. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه من طاوله الحوار والتي سنتحدث فيها مساء. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو محمد من بابل، تفضل ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يقربكم عند الله ابقاكم، ما قال شخص فرق واحد عن واحد، لا قطع عن اسود ولا كنا عن شيعي ولا كنا عن عربي. نعم. ثانيا هذا ردا على كلمة يندعب الطائفية المتعصبة. هذا احنا ابو محمد احنا رديناه، احنا رديناه، ما نقبل بهذا الكلام. اسمح لي انت كمواطن من بابل، انا اريد اسمع صوتك. احنا مو احنا اذا نظل نشلب والله نتصل بس لان فلان حشى على فلان، هاي ما راح تخلص. اريد اسمع رايك، اريد اسمع رايك انت. اليوم البرلمان اقر ميزانيه ب 88 مليار دولار البارحه، شنو رايك بهذا المبلغ؟ يكفي العراق لسنه واحده لو ما يكفي؟ والله باعتقادي حسب علمي بالاقتصاد هذين 88 مليار يعيشن العراق عيشة كريمة مدة 3 سنوات، وأحسن بنى تحتية يبنى للعراقيين. يعني 88 مليار مو قليلة، يعني حصت 4 ولايات بأمريكا. ماشي زين، 88 مليار خلينا نقول 50 مليار راح تروح رواتب مثلا، اوكي ها تبقى لها 38 مليار، عمي 30 مليار، 30 مليار ما تكفي البلد توفير خدمات وشوارع نظيفة ومجاري ومياه شرب وتوفير وظائف جديدة سنة واحدة بس سنة واحدة. نعم. وين بدها تروح لعد هاي الفلوس انت برأيك وين بدها تروح؟ مجلس النواب. نعم. هو نائب وهو مقاول. نعم. والغربير كبير ما يضل بيئة ومال بتدلل المال العراقي. نعم. إلا هو نائب ومقاول. تمام. زين. ما يصير هذا الحكي، يعني هذا الاقتصاد والبنى التحتية تتسلم إلى وزارة وإلى مراقبة وإلى قانون قضاء عاجز بردع كل فاسد كان ما كان، حتى السيد السيستان اللي هو ممثل عن كل العراق يقول أنا تحت القانون وليس فوق القانون. تمام. لكن لا يفعل هذا. ماشي. القضاء العراقي وردع كل فاسد وعبرة للآخرين حاضر. زين أبو محمد. المال العراقي. أبو محمد. أمينة وبمراقبة. تسمعني أبو محمد. يعني أنا شايف يسوون. أبو محمد. أبو محمد. إحنا اليوم الحكومة تقول إحنا بأزمة اقتصادية. ماشي. تقول فلوس ما عندنا. ماشي. زين ليش ما مبادرة من البرلمان ومن الحكومة يقول لك يا با احنا سنة 2018 راح ناخذ بس نص راتب، راح يموتون يعني اذا اخذوا نص راتب؟ عمي مو نص راتب، راتب بدون مستحقات، هذه المستحقات الكبيرة لهم، حماية وما حماية وسفر 4 أشهر أو 3 أشهر يعني توفيرها لهم من قبل ميزانية الدولة. ليش ما تصير هاي المبادرة؟ ليش ما حيدر العبادي رئيس الوزراء يقول هاي السنة ماكو مخصصات للبرلمان مثل ما قالت وزارة المالية، ماكو مخصصات وعلاوات وترفيعات للموظفين وماكو وظائف ب 2018؟ ليش ما يصير هذا الشيء؟ والله نقول خلي حاكمهم ضمائرهم النواب، لأنهم جاءوا إلى خدمة الشعب العراقي وليس تجارة بالأموال بالشعب العراقي لكي تستربحون من حدا أموال طائلة. هذا محرم عليكم ومسؤولين أمام الله على كل دينار تأخذونه من غير استحقاقكم. نعم. أنا أشكرك أبو محمد من بابل، كان معنا محمد من السماوة، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك وتحية للرافدين العزيزة. حياك الله أخي العزيز. 88 مليار دولار تصب في جيوب اللصوص،
أخي العزيز، أموال الشعب كلها يسرقها المفسدون المتربعون على دفة الدولة، طليقي الأيدي يوقعون عقودا مع أنفسهم لمشاريع وهمية يتقاضون عنها مليارات، ويديرون مؤسسات الدولة وفق هوى مصالحهم من دون رقيب، حتى صاح صائحهم من آمن العقاب أساء الأدب. أخي العزيز، اقرأوا التاريخ جيدا ولسوف تدركون جسامة الحوادث. انفلت السياسيون على ثروات العراق يتقاضون رواتب ورشا وسرقات خرافية منذ يوم الأربعاء 9 نيسان 2003 وحتى الآن. ثروة العراق الهائلة لكنها تتسرب إلى جيوب ثلة من المفسدين الذين إذا لم تشاركهم الدولة فهي متواطئة معهم، لأن من يرى السرقة أخي العزيز يعد شريكا فيها إن لم يبلغ عنها حسب الشرع. فتسرق الدولة دولة العراق شعبها. أخي العزيز، فمن فساد جهاز توزيع البطاقة التموينية الضخم بأكمله، والإقرار الحكومي بالعجز عن علاجه أو إيجاد سبل كفيلة بالحد من فساده، والاستعاضة عنه بالبدل النقدي ثم العودة عن القرار تحت الضغط الشعبي إلى عمولات صفقة الأسلحة الروسية والأوكرانية وصفقة روتانا لمهرجان بغداد وعاصمة الثقافة وملف البنك المركزي ومزاد العملة الصعبة والسلسلة مستمرة ذهب ضحيتها حتى الآن الناطق الرسمي باسم الحكومة ومحافظ البنك المركزي، وتلوثت فيها أسماء كبيرة أخي العزيز. نعم محمد، أنا أشكرك محمد من السماوة، عذرا والله انقض يعني وقت البرنامج خلاص. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن إقرار مجلس النواب لموازنة عام 2018 ب 88 مليار دولار. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.